أول حاجة يا جماعة، جمعية دار البر تكلمنا عنها، ودي جمعية حزبية زي ما قال الشيخ ربيع، تدعم الإخوان المسلمين، جمعية إخوانية باطلة، ما يجوز التعاون معها ولا أخذ الأموال منها ولا 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 أبدا، لأن ربنا قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الذين يخوضون في آياتنا هم أهل البدع، ربنا قال فأعرض عنهم، أنت تتعاون معهم كيف يعني؟ ده واحد. كذلك ما تتعاون مع أي جمعية ولا جماعة، لا جمعية كتاب وسنة، لا جماعة أنصار سنة، لا صوفية، لا غيره. اتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة السلف الصالح، وحد ربنا، اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ربي عيالك على ذلك، أنت إن شاء الله من الآمنين، ما في حاجة تانية. ما تتابع أي راجل، أي راجل ما تتابعه في البلد دي الليلة، تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن، ما في زول تاني. تتابع العدسي وتجري لك ورا زول يملاك قصص ساكت، كله هوس وكله باطل. كذلك تلقي الأموال منهم ده باطل ومن أبطل الباطل. ليه؟ لأنه بيدوك الأموال بشروط، وحتى لو ادوك لها بدون شروط الليلة بعد بكرة بيجي بيشترطوا عليك. والمثل بيقول أطعم الفم تستحي العين، بديك بديك بديك، بتمد يدك تتعود انك تبقى شحات، بعد شويه بديك شروط. شيخ منو جبته ده وليه يتكلم في السروريه؟ يا اخي انا عملنا ندوه اسمها كذا وانكشف القناع، الوقت ده انا كنت حزبي معاهم. الندوه دي ده نتكلم فيها في عبد الحي يوسف ومحمد سرور نايف ومحمد عبد الكريم وسيد غطب السروريه، لانه عبد الحي بعد ما قال انا ما سروري قام بتعد تعد، جاب محمد سرور نايف لزيارة سرية في الخرطوم واتكشفت اللعبة واعترف انه جابه. فقلنا هكذا وانكشف شنو؟ القناع. كان معي صلاح، دكتور صلاح اللمين وعبد الرحمن حامد، وبقدمه واحد اسمه منو؟ عماد البدوي. ديل طبعا ادوهم المايك، صلاح اللمين وعبد الرحمن حامد بيتكلموا كلام عام ما بتعرف قاصدين منو، ابليس السرورية الصوف، كلام عام. اول ما ادوني المايك وبدأت قلت السرورية أمثال عبد الحي يوسف، والخوارج أمثال سيد قط، المقدم اللي اسمه عماد منو؟ عماد بدأ بي يقرص فيني بتعيد، والله قرصني قريص. أنا قلت في الحاضر شنو؟ كل ما أجيب اسمه عبد الحي يديني لك قرص، أحمد عبد الكريم يقرصني، سيد قطب يقرصني. أنا قايل إنه طبعا أنا معاهم حزبي ما فاهم حاجة، أنا قايل إنه الزمن ضيق، الزمن فات، وأنا يا دوب اتكلمت دقيقتين ثلاث، يقرص يقرص. في النهاية لما فهمت الناس جد عرفت الحاصل، عرفت القريص ده شنو كان اصلا، عرفته؟ لانه الاموال كلها بتجي من هنا، زي ما قال لي رئيس انصار السنه الان اللي اسمه دكتور عبد الكريم، دكتور محمد عبد الكريم، عبد الكريم محمد عبد الكريم المهم. فقال لي قال لي يا اخي شوف كتابك اللي رديت فيه على عبد الحي ده بيهدد مستقبل جماعه انصار السنه. رد على عبد الحي بيهدد مستقبل انصار السنه. قلت له يا دكتور اما يكون عبد الحي دخل بقى انصار سنه، او انصار سنه مرقوا من السنه بقوا شنو؟ مبتدعه مع عبد الحي، انا ما فاهم الحاصل شنو؟ لف دور في النهايه قال لي شوف الان الدعم كله كلامه مسجل موجود، اذا نكروا اطلعوا له في وشه طوالي بصوتي خلاص؟ قال الدعم كله، ده زول صريح جدا انا بعتبره، ما يعني لف ودور لكن في النهايه اصرح من ديل. قال الدعم كله من الخليج العربي بيجي عن طريق من؟ عبد الحي. وهذا هو مستقبل الجماعة. فهمت انت الحظ شنو؟ ده الموضوع. ودي الشغلة كلها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يا اخي. عبد الله بن مسعود قال كنا نحامل على ظهورنا. اشتغلوا عتالة. صحابة أولياء. خير الأولياء على وجه الأرض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتغلوا عتالة. لا في زول مفرغ من منظمة، ولا في زول بيجي ظرف من جمعية ولا جماعة، عتالة صحابة أولياء، أولياء عديل كده، أعظم الأولياء الصحابة دي، سادة الأولياء بعد الأنبياء. قال كنا نحامل على ظهورنا، وانت قال عشان يأكل بس، قال كنا نحامل على ظهورنا لنتصدق في سبيل الله. الله أكبر. واحد مجتوح مفروش ليه قاعد تحت في باب المنظمة، واحد قاعد تحت جمعية، واحد قاعد تحت جماعة. الليلة والله يوم 30 بالشهر العربي،
طبعا لانه بيجي من برا من الخليج العربي بيستخدموا الشهر العربي العام الهجري، تلقاه يحفظوا لك بالصم. انا ذاته ما كنت معاهم والله 130 جنيه بنجيب لها صف 100 عمه و500 عزبه واقفين. السعودي ما جاب القروش والله يعني. تجيب صف يدوك استماره. كم نصيحه عملتها في الشهر؟ ثلاثه نصائح. كم عدد المستفيدين؟ شغل بتاع اخوان مسلمين استفادوا 30، وبعدين بيقضي وساكت كمان، تلقى ما عمل ولا نصيحه، تلقى في الذهب فيجي يكتب لك 300 نصيحه واستفادوا 500 وتنقبوا 13 مره، كذاب. عشان ال 130 جنيه، وبعد ما تجي الصف وتملى الاستماره وزله شديده، تجي خلاص قدام يقول لك والله المحسن ما جاب القروش. المحسن ما جاب القروش. يا اخي الصحابه قالوا كنا نحامل على ظهورنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن ينطلق احدكم بحبله فيحتطب على ظهره خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه. قال وان نبي الله داود كان ياكل من عمل شنو يا جماعه؟ من عمل يده. تقول لي جمعيه دار البر، تبا لجمعيه دار البر وتبا لحياة تراس وتبا لهم كلهم. اشتغل يا زول، ازرع الواطدي، الواطدي ازرعه، ادعو الله بيفتح لك، انطلق جيب حطب بيعه بالسوق. عرفت كلامي؟ استاذ درس يدوك مرتب في المدرسه، مهندس طبيب اشتغل بحركك، لكن تكون قاعد عاطل راجلك منظم ولا جمعيه ولا جماعه وتجي تحاربنا نحن عشان بيدوك ظرف ابيض؟ تجي تحاربنا نحن. لما نتكلم في المرغني ما ترضى، لما نتكلم في البرعي ما ترضى، عشان الظرف، عشان الظرف. تبا ليك وللظرف بتاعك. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.